افتتح في مدينة شرم الشيخ معرض أهل المدارس لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة في متناول الجميع. وأكد المواطنون أن المعرض يضم كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة وبخصومات عالية. احنا النهارده زي ما حضرتك شايفه بمعرض اهل المدارس اللي بيقام على ارض مدينه شرم الشيخ، ودي اولى المعارض اللي بتقام محافظه جنوب سيناء، وان شاء الله هيقام معرض في كل مدينه من مدن جنوب سيناء تباعا. النهارده شرم الشيخ هيليه الطور، هيليه دهب، وتباعا هيقام معارض اهل المدارس بكافه مدن جنوب سيناء. معرض اهل المدارس بيقدم كل ما يلزم الاسره المصريه واهالينا في جنوب سيناء من مستلزمات الزي المدرسي، حقائب، احذيه، كوتشيات، كتب خارجية، كراسة، قلم، كشكول، بالتنسيق مع الغرفة التجارية. أنا النهاردة جيت معرض أهل المدارس واشتريت كشاكيل وكراريس وشنط، والحقيقة الأسعار أقل من بره كتير، وشكرا لسيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي. لقيت أسعار حلوة قوي، زي شنط مدارس أحسن من بره بكتير، كمان في كراريس، شنط، لبس مدارس. جبت للأولاد كل اللي محتاجينه من كراريس وقلمة وتيشيرتات وبناطيل وشنط وكده، وهي أقل بصراحة من الناس اللي برا. المعرض جميل جدا، وفعلا توجيهات الرئيس برضو واصلة لشرم الشيخ هنا، ده حاجة كويسة برضو. انا ما كنتش متخيل ان انا الاقي حاجه هنا في شرم الشيخ بالاسعار دي والجمال ده بصراحه.